يا مرحبا مع لاحب الرجل وسامي بالحضور فحل لمن تكرم لها ضيفنا هلاجتها باسم الفقيد اللي سقى قبره من الوسم البكور سحب مقدمها يلوح البرق في مثنتها من يوم ما لظل لا نشهد علي من شاق نور ولا وهاج وسع الشعر ما بين ودهاتها يقول وش يبقى انه تولى كالغروب اقول له اصبحت حقرا مبدعين ابياتها الشعر فن لا اتخذني وسيله للظهور يمكن بعض كواكب الساحه تقيض اصواتها عزوة منها لعادي تنوطها الباتها سلايد اللي تسهج احنا للمعادي والقفور ان العويرة اللي ترد المعتدي غراتها كم من احيا حسبايب نعياها لمواتها كم شيخ قوم قادر منع للذيابه والنسور من دون سود الناس هج الحدن في مشحتها الله خلقنا للمرة محزم انه يبور وامجادنا ترفع على كل ملاهماتها هذا القليل من الفعل اللي به المر فخور واللي جهنا يشد العرف وسلاتها صفحة التاريخ لا يبحث لنا بين السطور في واجهتها سامي الظهران وانجازاتها في واجهتها سامي الظهران وانجازاتها من يوم ما لظل لا نشهد علي من شاق نور ولا وهاج وسع الشعر ما بين ودهاتها يقول وش يبقى كلام انه تولى كالغروب اقول له اصبحت حقرا مبدعين ابياتها الشعر شرعاً
اللي موادفهم إلى يوم النشوب من طيبها تطرق على صم لذا نسياتها شرف من عصور هل عزوة منها لا عادي تنوط هيفتها صلى يد الليت أسهج إحنا للمعادي والقفور إنا العويرة الليت رد المعتد غرتها كم من أحيا حين سفايب نعياها لمواتها كم شيخ قام من قادر منا للذيابه والنسور من دون سود الناس هجل حدنا في مشهاتها الله خلقنا لا لمرة محزم ما هو يبر ومجادنا ترفع على كل الملاهماتها هذا القليل من الفعل اللي به المر فخور واللي جهنا يشد الرف وسلاتها التاريخ لا يبحث لنا بين السطوف في واجهتها سامي القهران وانجازاتها في واجهتها سامي القهران وانجازاتها